مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من منتهى الجمال. حلقتنا النهاردة هتبقى في منتهى الجمال، عارفين ليه؟ لأن كلها أمل وكلها تحقيق أحلام وكلها أهداف بنحققها بنجاح وبندوق طعم النجاح في الآخر. طبعا كلنا عارفين ان في شباب كتير جدا بيقعد بقى طول ما قاعد ما وراهوش غير الشكوى، انا عاوز اشتغل، انا مش لاقي شغل، انا مستني بس الفرصة، انا لو المجتمع واهلي هم اللي واقفين في طريقي، انا لو حد يساعدني، ويفضل يلوم ويحط كل فشله واحباطه وكسله على الظروف. النهاردة عندنا نماذج مشرفة، نماذج مضيئة، هي بنات بلدنا، بنات مصر، قدروا ان هم ما عندهمش حجج، وهي ان هم يحطوها على الظروف والمجتمع والاهل ومش عارف مين قال ايه وده عمل ايه. لا، هم بدأوا بفكره، الفكره تحولت لحلم، الحلم بقى بيطاردهم في كل مكان وفي كل وقت، لحد ما رسموا الطريق وخططوا وهندسوا. ضيوفنا هم مهندسات قدروا يهندسوا لمشروعهم بنجاح. احنا عندنا الحياة عبارة عن ملعب كبير في المتفرجين وفي المشاهدين، هم اختاروا انهم يكونوا اللاعبين مش اللي بيتفرجوا. هم حققوا اهدافهم، فضل الحلم، عملوا مشروع، قعدوا يقولوا لهم ايه اللي بتعملوه، يحبطوهم، ايه اللي انتوا ازاي تعملوا كده، الله، طب ما تشوفوا لكم حاجه تانية، طب شوفوا شغلكم، طب شوفوا، ما سمعوش، سدوا ودانهم وغمضوا عينيهم، ما بيشوفوش غير هدفهم. وبكل اراده وعزيمه حققوا حلمهم، وحلمهم عمال بيكبر يوم بعد يوم. معانا ومعاكم النهارده اصحاب مطعم رنجة وليمون، برحب بيهم، اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيكي حبيبتي. برحب معانا شيماء جبالله، ايوه، مهندسه مدني. مهندسه مدني، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. معانا منه جمعه، ايوه، مهندسه كمبيوتر. اهلا بيكي، اهلا وسهلا، منورانا. ميرسي، ربنا يخليكي. ومعانا الجميله طبعا سلمى سليمان، اهلا بحضرتك، خريجه تجاره خارجيه. اهلا وسهلا بيكم، منورين القناه ومدينه الانتاج الاعلامي. انتوا نماذج مضيئه فعلا، وحاجة مشرفة جدا لمصر، وقدوة لكل الشباب والبنات، ان هم مفروض انتوا قدوة يحتذى بيكم. مرسي، ذوقك مرسي كتير. احنا عايزين نعرف ازاي الفكرة جات لكم. احنا الاول كنا بنفكر ان احنا نفتح حاجة خاصة بينا، مختلفة عن اي حد، تمام؟ كانت الفكرة اصلا في دماغ منا من سنين، ان هي تفتح مطعم رنجة. كانت الفكرة يمكن ناس بتستغربها كتير، ما كانوش متوقعين ان ممكن في يوم من الايام ان احنا نعمل حاجة زي كده، لكن هي كانت مصرة جدا على الإصرار فكرتها. والعزيمة. يعني هي اللي شجعتك. هي يمكن هي بداية المشروع كانت من ناحيتها هي. يعني انت الرأس المدبر. هي كانت الفكرة كلها معاها، هي وصوصاتها وكده، وبدأت ان هي تقنعني بالفكرة. انا يمكن الاول كنت مستغربة زي الناس، كنت مش متخيلة ان احنا ممكن من الايام ناخد خطوة جريئة زي دي، لكن الفكرة عجبتني جدا. بدأت تجرب وتعمل، ونجرب الصوصات ونعمل، بدأنا نعمل دراسة جدوى للمشروع عشان نبتدي ناخد فيه خطوات وتهندسوا بقى. نبتدي بقى ندخل كل اللي احنا اتعلمناه وكل اللي احنا شفناه في التجربه دي. احب اتكلم عن الفكره الاول، وبعد كده انا هقول لك بقى. احب نسمع منك يا منى. انا اصلا بحب الاسماك المملحه، فجت لي الفكره من هنا، ليه ما نعملش حاجه في اتجاه الاسماك المملحه، بس تكون حاجه تكون مفيده وهيلسي، وفي نفس الوقت تسمع وتنتشر، زي مثلا اكلات شعبيه كتير بتتعمل في دول بره ومسمعه جدا، رغم ان الرنجه مفيده قوي وهي اكله اصلا من ايام الفراعنه. تمام. وزي كمان السوشي، ما هو منتشر بالزبط. في الدول كله. انا مش عايزه اقول بس الاسم بالظبط. ايوه، وهو صحيح بالظبط. والرنجه اصلا ليها فوائد كتير جدا معروفه، فحبيت ان انا اوظف الفكره بطريقه شيك وتتقدم بطريقه حلوه، الناس تتقبلها وتتقبل الفكره، وفجت الفكره من هنا. وابتديت بقى اخترع صوصات، اقتبست فكره الصوصات من السيمون في مي. معروف ان ساندوتش السيمون في مي غالي جدا، ايوه، وبتحط عليه صوصات كتير جدا، فابتديت ان انا ادور على ماتيريال الرنجه في الاساس، ان يكون حاجه قريبه شويه من طعم السيمون في مي، عشان اقدر احقق الفكره ان انا اخد الصوص بتاع السيمون في مي يتحط على الرنجه.
تمام. فابتديت ربنا كرمني الحمد لله بمكان كويس جدا، يعني حد محترم قوي بتعامل معاه، هو اللي بيديني ماتيريال الرنجه من البدايه خالص. وابتدينا بقى ان انا اخترع صوصات، قعدت شهور بقى في موضوع الصوصات ده. يعني هو اخترع بيفهم من كده ان الصوصات كتيره ومتنوعه. عندنا صوصات كتيره جدا، بس اميزهم صوص الميمو. ده ميكس سبع صوصات. طب احنا عاوزين يعني عايزين برضو انتوا يعني تقولوا لنا برضو كده واحنا بنتكلم، يعني هنتكلم وبرضو نبتدي. طيب سلمى، ايه اللي خلاكي يعني تندمجي مع المجموعه؟ هم اخترعوا وعملوا، شجعوكي ازاي؟ والله بصي، هم في بدايه المشروع يعني انا كنت معاهم، كنت مع منة بالاخص بسبب حوار الصوصات ده. ايوه لان هو سر قعدنا فيه 3 شهور بالظبط، هي صراحه كانت بتخترع فيه، بس 3 شهور ده تعبها. الفكره عجبتنا وهي حبت تعمل نجاح مش اكتر، والحمد لله الدنيا عرفت حوار الرنجة ده. بس المهندسة شيماء هي كانت معانا في الحوار برضو، طبعا هي المؤسسة كل البارتيشن، هي واجب كبير جدا في الحوار ده كله. بس بنعملها بقى باشكال مختلفه ان شاء الله تشوفيها دلوقتي. طيب تمام. احنا اصلا الرنجه بتاعتنا الماتيريال بتاعنا بتكون الرنجه زيرو ملح. زيرو ملح. زيرو ملح، وعلشان خاطر الرنجة تكون صحية ونعرف واحنا بنشتريها. الرنجة تبقى ماسكة نفسها. ما تبقاش مهرية. تكون ماسكة نفسها. انا بعمل بقى حاجة جديدة محدش مش متداولة قوي، علشان خاطر احقق فكرة ان الحاجة تكون هيلسي، الرنجة تكون هيلسي. بستبدل الليمون بخل تفاح. يعني الله. ليه؟ يعني دلوقتي انت تحطي خل؟ طب اسمها رنجة وليمون. خل تفاح. يعني رنجة وليمون؟ لا، ليمون عشان احنا بنعمل عصير ليمون نعناع. واو. لكن ليه بستبدل كمان ليمون نعناع؟ ليه بستبدل بخل التفاح؟ علشان خاطر هو هيلثي جدا. مش كده وبس، احنا كشعب عربي عامه بنعاني من مرض الحموضه. صح. لا ده بجد انت جبت كده من الاخر. فالليمون مسبب اساسي للحموضه. تمام. فاحنا حاولنا ان احنا نستبدل حتى مشروب الليمون بتاعنا، بنكسر الحموضه اللي فيه بسر معين برضه. مش هينفع تقول. لا سر شوية. لا خلاص بقولي لي بعد الحلقة أنا. طيب إن شاء الله. بس فبنستبدل الليمون بخل التفاح عشان تخليها هيلسي أكتر، وفي نفس الوقت طعمها مميز عن أي رنجة تانية حضرتك ممكن تدوقي. ده هدوق. هندوق يعني طبعا. ده لا شك. كلنا يعني هندوق. أكيد هندوق وناكل وهنستمتع وكل. طيب شيماء، في صعوبات واجهتكم؟ بس اول يعني كلام الناس لا بيقدم ولا يأخذ. بالظبط. احنا قابلنا صعوبات كتير جدا. موقف يعني مثلا طريف كده. يمكن الناس كلها اللي حواليكي، تخيلي انت مهندسه تفتحي حاجه تبع الهندسه. صعب ان انت تتخلي عن فكر الهندسه وتفتحي حاجه ومطعم رنجه، والفكره اصلا صعبه بالنسبه للناس انها تتقبلها. يعني فكره ان انت مهندسه تفتحي مطعم كليات قمه كمان. بالظبط، وخصوصا ان انا بقالي 13 سنه اصلا بشتغل مهندسه، فاجي اغير الكارير كده مرة واحدة. فدي كانت طبعا مواجهة من الأهل ومواجهة من الصحاب ومواجهة من وانت ولا همك، انت حاطة هدفك وحلمك وماشي. انا حلمي ان انا كان ليا يبقى حاجة خاصة، حاجة بتاعتي خاصة بحبها. واحنا عموما بنحب المطبخ جدا كشرقيين ومصريين. طبعا ده اهم حاجة. يعني بصي، مهما نشتغل ومهما نروح ونيجي المطبخ اهم حاجة. ايوه. فبالنسبة لي كان نفسي افتح حاجة تبع تخص الاكل والحاجات دي. لما الفكرة طبعا منة قالتها لي كانت برضو مستغرباها. لما دقت بقى الحاجات اللي هي عاملاها وكده، انا شايفه حاجات بصراحه ملونه. لا احنا عايزين نعرف يا منة. هدلعك. انا شايفه حاجات ملونه. تقول لنا ده سلطات دي؟ طيب احنا هنعمل سلطات. سلطات رنجه. سلطات رنجه. في منهم سلطه اسمها سلطه هيلسي، ودي اللي مشهور بيها المكان جدا. السلطه دي بتتعمل من التفاح الاخضر. تمام. يعني تنفع في الدايت مثلا؟ هي دايت اصلا. الرنجه اللي بتكون فيها مشويه. انا حاجه اخد منكم كتير تقريبا، معموله بخل التفاح. وزيت الزيتون. وبيتحط معاها التفاح الاخضر. لا فعلا هيلثي خالص. هيلثي. وبيتحط معاها بقى كابوتشا. والبصل اللي بنستخدمه مش اي بصل. احنا بنجيب بصل هجين بين البصل والكرات. علشان احنا برضو انا براي حته ان احنا فاتحين في الشارع. عشان انا نازله في الشارع راح اكل بقى البصل. بالظبط. اللي هيجي ياكل بيبقى فيه كلافزات، بنجيب اللبان اللي هو انا شفت. كنت لسه هقول لك، انا شفت كمان بتقدموا اللبان مع الوجبه او كده. بالظبط، لبان وكلافزات. ده اساسي ده كله. عشان يقدر يكمل يومه. الناس مبسوطه ناس جدا. ناس مبسوطه. ولا ايه يا سلمى؟ طبعا. ايه اخبار الناس؟ والناس شايفين ان الناس مبسوطه جدا، متقبلين الفكره جدا فعلا. وحابين يعني حتى يعني اظرف تعليق جالك ايه؟
رياكشن الناس لا كده تعليق ان معظم الناس بتيجي بتفتكر ان هو ايس كريم او ورد ايس كريم او ورد انتوا عندكم ايس كريم لا واكتر حاجه بقى ورد يعني بيبيعوا الورد بكام بتعملي ايه بقى لا بتجيبي الورد بكام اقول لهم والله انا مش محل ورد الورد انا مش محل ورد انا محل ورد اهو ده الديكورنج بتاع المكان اصلا هي دي الفكره اللي انا كنت بفكر فيها في الاول ان احنا ان تفتحي مطعم رنجه صعب انك تجذبي الناس ليه ايوه لان احنا متعودين الرنجه دي بتبقى في البيت وبنشمر ايوه وقاعده يعني تاكلي بقى بالعيش وايدينا بقى واستحاله تتحركي بعد ما فدي انتوا بتقدموا الرنجه بشكل شيك وشكل فيه نظافه يعني انا خارجه يعني اكل رنجه في الشارع او في مطعم كمل يومي دي صعبه قوي يعني الفكره صعبه انتوا كده هتشجعوا الناس انها تاكل الرنجه بره احنا بتعملوا ايه يا جماعه خليتونا بنتكلم وانتوا اشتغلتوا احنا دلوقتي بنعمل الخطه بتاعتنا الاول اللي هي بنعمل بيها معظم السندوتشات ايه بقى بنعمل انجلش ساندوتش ده عباره عن ثلاث طبقات توست بيتعملوا على الجريل اول طبق بيبقى فيها حاجه اسمها كريمه نعناع دي بتتعمل من القشطه البيور تمام ومعاها نعناع جبلي تمام كريمه النعناع معروفه هي اصلا من الصوصات المشهوره قوي اللي بتتحط على سيمون في مي تاني حاجه بتحط معاها صوص الميمو اللي هو كان من اختراعي ورنجه برده وبتكبسوا الثلاث طبقات على الجريل طيب نشوف كده مع بعض انا دلوقتي هعمل رنجه شيش شيش يعني كمان في شيش طبعا انتوا بقى يعني مدلعين الرنجه خالص مدلعينها خالص انتوا غيرتوا المسمى بتاع الرنجه ايوه بتعملي ايه يا سلمى ايه ده حط صوصات صوصات دي بقى صوصات احنا حاطينها عشان انتوا اللي بتعملوها الصوصات دي ولا بتشتروها جاهزه لا مخترعينها انتوا مننا اللي مخترعاها ما شاء الله يعني المشروع كله اختراع من الالف للياء انتوا الحمد لله طب انا عايز اعرف يعني انتوا يعني طموحكم لحد فين في مشروعكم نلف العالم يبقى عندي زي السوشي كده براند في كل حته في العالم الرنجه المصري بتاعت الفراعنه هو في زيها لا طبعا مفيش زيها هتلف العالم احنا فراعنه انا بس لما تلفوا العالم لازم تيجوا اكيد كمان. طبعا اكيد طبعا نيجي صحه والجمال يا استاذه غاده طبعا احنا شرفنا طبعا واكيد هنشوف انتوا هتوصلوا لحد فين بس ان شاء الله انتوا طموحكم عالي يعني ان شاء الله يا رب انت بتعملي كده بقى الشيش انا بعمل الشيش بحط طبقات بنفلفل الوان وطماطم الشيري والرنجه بس بعد ما بتحط عليها الخلطه وبعد كده بحط عليها خلطه تانية مش هقولها هي ايه ايوه بتقول وبعدين بعملها على الجريل وبعدين بعملها على الجريل خلي بالك احنا عندنا خلطه ما تخليش للرنجه ريحه تمام والله هي اللي حطيناها هنا ما احنا هنشوف انا بجرب انا مش مصدقاكم بصراحه لما تيجي كمان عندنا المكان هتلاقي ريحه اللافندر والفانيليا من كل الجوانب عشان كده الناس بتفتكرنا محل ورد من الريحه الحلوه يعني انتوا خليتوا كده اللي هو مدى ما الريحه تبقى انا فعلا مش شامه ريحه اللي هي المفروض ما هو ده السر لما بنكون عاملين رنجه بتبقى الريحه جايبه للجيران ما هي الفكره جت من ان احنا الناس تاكل الرنجه تبقى الريحه بقى لا ما تخافش لا بقول على الطرق التقليديه العاديه احنا عندنا ما بنشغلش غير عمر خيرت اصلا واو تاكل الرنجه بطعم جديد يعني ايوه ده هنا ده ساندوتش اللي هو الانجليش ده الانجليش ساندوتش انجليش بقى ساندوتش ده عباره عن ثلاث طبقات توست الطبقه الاولانيه بتكون رنجه عليها صوص كريمه النعناع تمام والطبقه الثانيه بتكون برضو رنجه عليها صوص الميم واو طيب انا عايز اسال سؤال هل يعني انتوا دلوقتي تفرغتوا للعمل لمشروعكم والبيزنس بتاعكم لا في المطعم احنا ولا شغالين برضو اللي هو الكارير الاصلي بتاعكم باشمهندسه في الكارير الاصلي كاريس. انا كنت ربه منزل اصلا خرجتي من البيت انا قاعده في البيت ما بخرجش من البيت ما اشتغلتش خالص بالشهاده بتاعتي لا تمام. انا بحب الاكل فحبيتي بقى انت خلاص مش هم انتوا عاوزين الدراسه وش خلاص انا خلصت ابدا بقى اعمل اللي بحبه ابدا اعمل ودي طبعا رساله بنوجهها من هنا من البرنامج ان ايه كل اللي عاوز يعمل حاجه حتى لو حلم حتى لو الناس اللي حوالينا مش موافقه يعملوه لان النجاح هيبقى حلفهم اللي عنده طموح مفيش حاجه هتوقفه اللي عنده طموح واصرار انه هينجح وعنده طبعا يقين من ربنا ان ربنا هيوفقه فدول اهم ثلاث حاجات هيخلوه طبعا لكل مجتهد نصيب بالظبط طيب هل ده بيعطلك بقى عن شغلك الاصلي في الهندسه وكده
لا الحقيقه انا مخصصه يوم من ايام الاجازه انا بجيب فيه بتابع المشروع من اول اليوم لحد اخره. بعد كده بخلص وباجي بعد الشغل كده ساعتين ثلاثه كل يوم اشوف يعني او بيوم ويوم اشوف الدنيا فيها ايه اشوف احتياجاتهم كل حاجه. فالحمد لله احنا قادرين نواظب مع بعض. احنا الحمد لله احنا الثلاثه بنكمل بعض يعني وقت ما انا ما بكونش موجوده منا بتكون موجوده. سلمى ما شاء الله موجوده على طول في المكان بتدير المكان كله. فالحمد لله يعني انتم منظمين نفسكم ومنظمين وقتكم. سلمى هي اللي واخده اداره المكان يوميا. سلمى هي بقى اللي بتشوف كل حاجه وهي اللي بتتابع وبصراحه يعتمد عليها يعني هي ماسكه المكان كويس جدا احنا بس بنساعد معاها. طيب امتى يعني عايزه اعرف بقى يا سلمى بما انك ايه بقى الحاجه اللي بتلاقي عليها الطلب يعني الناس بتيجي كل شويه عاوزين الحاجه دي ولو مش موجوده تبقى في مشكله. الصوص الميمو ده الصوص الرسمي اصلا بتاع المكان. الانجليش ساندويتش اللي انا بعمله ده الساندوتش الاكيل هو ده الناس بتطلبه على طول. جدا الساندوتش الاكيل لانه ميكس بطارخ على رنجه على الكلام ده كله على الصوص بتاعنا اوميجا 3 مكثف يعني. اوميجا 3 بس ده اوميجا 3 وفيتامين دي وعناصر مضاده للاكسده زي مثلا فيها الفيتامين اي والسيلينيوم. كل الناس عارفه ان عناصر الاكسده اللي هي كل الناس عارفه ان العناصر المضاده للاكسده اللي هو الشاي الاخضر. طبعا. لا احنا بقى بنقول ان الرنجه فيها عناصر مضاده للاكسده اكتر من الشاي الاخضر. بص الصوت ده. لا الصوت ده يا جماعه بجد لا وبجد الريحه مختلفه يعني انتوا لو شمين اللي انا شماه الريحه بقى مش الرنجه اللي انتوا عارفينها خالص دي حاجه تانية خالص بجد يعني بجد اختراع يا جماعه. لسه لما هتدوقي ده الانجليش ساندويتش. وطبعا انا شفت الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك صفحه رنجه وليمون صفحه بتاعتهم عليها ريفيوهات حلوه قوي واراء الناس ويا ريت تتابعوها تعملوا متابعه للصفحه بيصل كل جديد بتصل الاصناف هم بيعملوا حاجات بيصوروها وحاجات كويسه او تابعوا الصفحه وهتلاقوا طبعا ولو عاوزين تتواصلوا طبعا مع المطعم رنجه وليمون الارقام كلها على الشاشه وصفحة الفيسبوك على الشاشة برضو بنفس كده بالعربي رنجة وليمون. يلا سلمى او اللي يحب يتواصل معايا انا غدا غلاب على الصفحة واوصلكم بيها عادي. هشتغل معاكم شكلي في الاخر. انت تنوري المكان كله. لا بصي بقى الساندوتش فعلا بصي يعني فعلا شكله احنا قلنا شهور عشان نقدر نجيب لقمة كويسة يبقى طعمها نفسها مختلف. عايزه عشان حتى التيست بتاع العيش نفسه يقدر يديني الطعم الصوص اللي انا عايزه. لان مش اي عيش يستحمل. بالظبط. فعلا لان ده احنا ممكن بنجيب عيش بتيجي تفتحيه حتى بيبوظ بالظبط. وعشان اوصل بالطعم للحاجه اللي انا عايزاها كان لازم اختار لقمه معينه. احنا العيش عندنا اصلا كمان بيتعمل لنا مخصوص بيبقى معمول بالزبده باللبن العجينه نفسها عشان الصوص نفسه يدي الطعم اللي انا عايزاه. يعني انتوا كمان دقيقين في موضوع ان الصوص لازم مع العيش يطلع بالطعم المظبوط مش اي حاجه كده ويرمي وخلاص. لا احنا جربنا عيش كتير جدا بس كده. لا وبجد الديكوريشن الديكوريشن ده زيه هو بالظبط كده كده واضح واحد قدام واحد ورا كده. ايوه كده كده واضح على الشاشه كده تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الانجلش ساندوتش. ده انجلش ساندوتش الشيش. وده الشيش. ده ساندوتش الشيش. ده ساندوتش الشيش وده الانجلش. ايه رايكم؟ الحاجه بتتعمل كده في نفس المكان بنفس الديكور دوت بتتقدم للناس عندنا على البر. دلوقتي انا هعمل سلطه الهيلسي اللي هي بالتفاح الاخضر. ده ايه ده بقى؟ انهي ده بتعمله ايه؟ ده ساندوتش الاكيل. الاكيل ده وحش المكان بقى. الوحش ده بتاع الاكيله بس. اوعى وشك يعني ده اللي مش اكيل ما يجيش ما يقدرش. لا ده شكله ديناميت. ايوه ده بقى رنجه وكافيار رنجه وبطارخ مرمله وصوص الميمو وكريمه النعناع بجد كل حاجه فيه. طب اعملوا لي اثنين بقى وروني كده نحب كده على الشاشه يا سلمى. الكاميرا بس. الكاميرا اهي الكاميرا اهي. كملي. طبعا ده ساندوتش الاكيل يعني الناس اللي هي بقى ايه قوي. ديناميت. وفي بطارخ بتقولي في بطارخ. احنا مشهورين بالبطارخ المرمله برضو عندنا البطارخ مش زي بطارخ. البطارخ المرمله دي بتبقى احسن من الثانيه. أيوة. الناعمه دي ليها طعم مميز كمان. محدش ما فيش حد ما بيحبش البطارخ.
مفيش حد ما بيحبش البطارخ. ايوه طبعا الكلام ده لناس معينه، مفيش حد ما بيحبش البطارخ. طب يلا عشان ناس صحابي ما بيحبوش البطارخ. كده اخر حاجه يلا عشان بس وقتنا. خلاص لازم نختم. يلا يا سلمى حطي لي السلطه، هاتي السرفيس. عايزه بس اقول لك ان احنا مفيش اي ايد بتلمس الرنجة خالص بالنسبه بقى لما توصل لل لا ما واضح طبعا النظافه، وحتى يعني بص اللمسات التجميليه دي مش حكايه نظافه وذوق. انا كمان بتجيلي مخليه معموله في علب معينه ما فيهاش اي نوع من الهواء، متعلبه بطريقه معينه بحيث ان انا اضمن مفيش اي ايد لمستها. تمام هات يا ماما. دي كانت اخر حاجه معانا. طيب احنا الصوص يا سلمى اتفضلي. فين الاكل؟ هاتي الاكل في طبق، حطيه يلا في طبق. هنا دلوقتي معانا الثلاث سندوتشات اللي هو الشيش طاووق، الشيش رنجه، ومعانا اللي هو الانجليش توست او انجليش ساندوتش، ومعانا اخيرا اللي هو الاكل اللي هو بقى ده الديناميت وفي كل حاجه. احنا طبعا بنوش كان معانا النهارده شيماء جاب الله، وكان معانا من جمعه، وكان معانا سلمى سليمان اصحاب مطعم رنجة وليمون. بشكركم شكرا جزيلا، وانتم بصراحه يعني الاكل بصراحه روعه والريحه جميله جدا. اشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا ووعدونا ان انتم تشرفونا تاني ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين كنا مع رنجة وليمون، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.